تتواصل عملية تحذير اعتمادات بطولة إفريقيا للمحليين بوتيرة متسارعة ومنظمة. احنا بدينا العملية هذه منذ حوالي 10 أيام. العملية تمر في ظروف جيدة لأنه السلطات المحلية هنا وفرت لنا كل الوسائل الضرورية، يعني أجهزة كمبيوتر، طابعات إلى آخره، من أجل إنجاح هذه العملية. ولوضع المعتمدين في أحسن الظروف، أكدت لجنة التنظيم أن الأولوية ستكون للأسرة الإعلامية. الاعتمادات سيتم توزيعها ابتداء من يوم 10 يناير 10 جانفي إن شاء الله، يعني 3 أيام قبل بداية المنافسة. علينا جميعا أن نكون واعيين ونكون قدر المسؤولية، لأن هذا الاعتماد هذا راه ما هو إلا وسيلة للدخول الملعب من أجل القيام بالعمل اللي لازم نقوم به لإنجاح هذه المباريات ولهذه الدورة. خطوات مدروسة من أجل ضمان السير الحسن لهذه العملية للمساهمة في نجاح هذا العرس الإفريقي ببلادنا. فمرحبا بضيوف الجزائر.